مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، مساء ننير به سماء يومنا ونضيء بسطوع نجومنا آمالا، فيشع بين الأفلاك نورا بارزا ويوقظ تلك الأحلام فينا لنسعى بهمة نحو العلا فخرا ونحقق بجد كل أماننا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي حديث المساء، والذي يطل عليكم يوميا ونستعرض فيه أهم مجريات إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، وإليكم أهم العناوين. مبادرة مشوار من تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. أساسيات التصوير الفوتوغرافي مع المصور سليمان الشحي. بطولات شبابية في رياضة التايكوندو في نادي اتحاد كلباء. وهذه عناوين حلقتنا اليوم وغيرها من التقارير التي عادها لنا فريق البرنامج وضيوفنا الكرام. مشاهدينا، تسعى الدوائر الحكومية بالعمل على توفير مبادرات مجتمعية مختلفة من أجل خدمة أفراد المجتمع وتوفير سبل الراحة لهم، لذا نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة مبادرة مشوار، تسعى من خلالها لتحقيق أهداف مجتمعية متنوعة. والحديث عن هذه المبادرة، يسعدني بأن أرحب عبر الهاتف بالأستاذة خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. إذن أستاذة خلود، في البداية، لماذا اخترتم مثل هذه المبادرة تحت عنوان مشوار؟ في البداية حابة أشكركم لتسليط الضوء على هذه المبادرة. طبعا هذه المبادرة هي مبادرة عبر الأنشطة، واحدة من الأنشطة الاستراتيجية اللي أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية لتنفيذها خلال 3 سنوات من 2022 إلى 2024 إن شاء الله. هي واحدة من سلسلة 6 خدمات إن شاء الله اجتماعية، هي كانت المبادرة الأولى، وإن شاء الله في 6 خدمات في المستقبل، في غيرها 5 خدمات إن شاء الله في المستقبل راح يتم إطلاقها. السبب في إطلاق هاي الخدمة، طبعا هي دائرة خدمات اجتماعية، من الاسم خدمات اجتماعية، لكن نظرا لطبيعة الحالات اللي احنا قاعدين نخدمها شوي دخلنا في جانب عميق من الخدمات الطبية، حبينا شوي نقدم فكرة جديدة اجتماعية لعشان ناخذ الطابع الاجتماعي أكثر من الطبي، فأطلقنا هذه المبادرة من اسمها مشوار. هي عبارة عن اصطحاب كبار السن أو ذوي الإعاقة النشطين لمشوار يعني جدا بسيط، مثلا لقضاء الحاجات الأساسية في اليوم، مثل الخياط، السوق، الجمعية، مثلا مواعيد المستشفيات، إحضار أدوية مثلا من الصيدلية، مثل هاي المشاوير اليومية اللي يحتاجونها في حياتهم يعني. نعم، الحقيقة مبادرة مميزة ونبيلة وسامية من نوعها، لكن هناك لابد أن هناك أهداف وضعت لمبادرة مشوار، فأستاذ خلود، ما هي أهم الأهداف التي كنتم تنظرون إليها من خلال تدشين هذه الخدمة؟ طبعا الهدف هو مساعدة كبير السن أو صاحب الإعاقة النشيط في أنه ينخرط في الحياة اليومية، وتخفيف العبء على الأبناء خاصة في فترة الصباح، أن في بعض الأبناء يكونوا مثلا في الأعمال، في أعمالهم اليومية يعني في الدوامات، فإحنا نخفف عليهم هذا العبء، أن المسن يبغى يطلع في فترة الصباح ما عنده حد في البيت، فحاب أنه يطلع هذا المشوار البسيط بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية. نعم. ذكرت أستاذة خلود بأن الفئات المستهدفة هم كبار السن وكذلك بالنسبة لذوي الإعاقة، لكن هل هناك اشتراطات معينة بأن يعني يصطحبون كبير السن أو ذوي الإعاقة؟ هل هناك بعض الاشتراطات؟ نعم، أول شرط أساسي أنه يكون المستفيد من خدمة مشوار مسجل ومقيد في سجلات الرعاية المنزلية في دائرة الخدمات الاجتماعية، وطبعا شرط أساسي واللي أهم من هذا كله أنه هو يكون نشيط،
انه لا يستخدم كرسي متحرك ولا انه يكون طريح فراش، لان السياره المستخدمه لتنفيذ هاي الخدمه سياره عاديه مثل اللي موجوده في اي بيت من البيوت. كذلك انه يكون يعني صاحب الرغبه للحصول على هاي الخدمه، ما يكون في مثلا اجبار من الابناء انه يحصل هذه الخدمه، وطبعا يكونوا من مقيمين اماره الشارجه يعني القانطين في اماره الشارجه والمدن التابعه لها، يعني وعنده فحص البي سي ار اللي هو كوفيد 19 نعم. خلال 48 ساعه. نعم. هل المشاوير تكون في ضمن ونطاق الاماره والمدينه؟ نعم، لازم تكون في إمارة الشارجة والمدن التابعة لها. نعم، إذن عملية التنسيق بين المستفيد من هذه الخدمة وبين الخدمات الاجتماعية بإمارة الشارقة، ما هي آلية العمل والتعامل معهم؟ هل هناك اتصال هاتفي، طلب عن طريق تطبيق إلكتروني، طريقة التواصل؟ طبعاً إحنا في بداية إطلاق أو تدشين الخدمة هذه تم الإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة في الدائرة، وتم وصولها لإرسال يعني رسالة نصية لكافة المسجلين في الرعاية المنزلية للاستفادة من هذه الخدمة، اللي هو تقديم عن طريق خط المجاني 800 700 أو البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، وحتى أثناء الزيارات الميدانية اللي إحنا نطلعها في المسجلين في الرعاية المنزلية يتم دائما بشكل يومي تذكير المسنين في حال حاجتهم للقيام بأي مشوار إلا التواصل وطرق التواصل للحصول على هذه الخدمة. نعم. هل هناك بالنسبة للمشاوير، هل المشاوير مجدولة؟ يتم حجز المركبة قبل يوم أو بنفس اليوم؟ ما في أي مشكلة، مجرد ما أن هو قبله بيوم يفضل قبلها ب24 ساعة، لكن إذا كان المسن مثلا مو على دراية بهذا الموضوع يتم ترتيب الموعد مع مدير الحالة المسؤول عن هذا المسن، يعني نعم. مراعاة لوضعه الصحي وكبر السن اللي هو فيه، فيتم جدولة الموضوع أو جدولة المواعيد مع مدير الحالة المسؤول عن هذا المسن. نعم. إذا أستاذ خلود نكمل هذا اللقاء، لكن نذهب الآن مع مشاهدينا الكرام إلى هذا المقطع حول هذه الخدمة ونعود إليكم. خدمة مشوار عبارة عن توصيل المواطنين كبار السن المقيمين في إمارة الشارقة لإنهاء مشاويرهم اليومية، عبارة عن رسمية والطبية والترفيهية. لطلب الخدمة يتم التواصل على رقم المجاني 800 700 أو على أبليكيشن الدائرة. سيتم توفير الخدمة خلال 48 ساعة من السيارة والسائق وخصائي اجتماعي. إذن أعزائي المشاهدين تابعنا هذا المقطع حول خدمة مشوار المقدمة من اجتماعية الشارقة، معنا عبر الهاتف الأستاذ خلود العلي. نكمل حوارنا أستاذ خلود. إذن تابعنا في هذا المقطع كيف أن بالفعل هذا أو عفوا كيف بالفعل أن بأن هذه الخدمة تسهل على كبار السن على ذوي الإعاقة بمواصلة حياتهم عمل مشاويرهم اليومية. طبعا واحنا لقينا يمكن في البدايه كانت الطلبات جدا قليله، لكن الحمد لله اليوم الطلبات اللي قاعده ترد للمركز طلبات جدا كبيره ويتم التعامل معاها اول باول، والناس يعني وايد فرحانه بهاي الخدمه ويعني مستبشرين خير ان شاء الله في الايام القادمه. نعم. اذا اعتقد بان هناك اوقات عمل بالنسبه لهذه الخدمه، ما هي الاوقات المتاحه لهذه الخدمه؟ نعم، أوقات العمل هي مع أوقات الدوام الرسمي من الاثنين إلى الخميس مثل ما هو معمول في حكومة الشارجة، من الساعة 8 إلى الساعة 2 الظهر. نعم. هل تقتصر هذه المبادرة فقط على إمارة الشارقة كما ذكرت أستاذة خلود؟
طبعا هي إمارة الشارجة والمدن اللي تابعة آه لها، المنطقة أيوه الشرقية، نعم، خرفكان ودبل حصن وكلبا. وبالنسبة للمنطقة الوسطى عندنا في البطائح والمدام ومليحة والذيب، بالإضافة إلى مدينة الحمرية. نعم، مر على هذه الخدمة الحقيقة فترة من الزمن، وهناك لابد بأن هناك انطباعات من المجتمع حول أن الخدمة، كيف كنتوا تستقبلون إطراءاتهم، آرائهم، طلبات التحسين في الخدمة؟ والله الخدمة يعني بدأت تقريبا من شهر 2. احنا كان مفروض ان هي تنطلق من بداية السنة من شهر 1، لكن اليوم ما تم اعداد المركبات الخاصة بالخدمة واطلاق اللوجو الخاص فيها. بدأت من تقريبا 15/2 اطلاقها وتدشينها مباشرة بشكل رسمي. يعني طبعا نستقبل إذا كانت في أي ملاحظات، أمانة إلين الحين ما في أي ملاحظات أو شكاوي الحمد على لله. الخدمة، الحمد لله. لكن إذا كانت في أي ملاحظات أو يعني شكاوي، إن شاء الله ما ترد لنا أي شكاوي، بالعكس إحنا نستقبل الملاحظات بسعة صدر. ممكن أن يكون في على 800 700، هو نفس الرقم اللي نستقبل عليه الطلبات، نستقبل عليه الملاحظات أيضا. وبالعكس إذا كان في أي ملاحظة تحسن من الخدمة إحنا نستقبلها وبرحابة. يعني إذا الأستاذ خلود آل علي، الحقيقة كهذه المبادرة مبادرات مميزة جدا في المجتمع ككل، لأن وجود خدمات تخص المجتمع من جميع شرائحه، كبار، صغار، أطفال، ذوي إعاقة، فهذه الشرائح ووجود اجتماعية الشارقة وابتكار خدمات مميزة بالفعل يحقق الاستدامة في التعامل، الاستدامة في المجتمع ككل. اي نعم، مثل ما ذكرت في بداية اللقاء ان شاء الله بتكون في 5 حزم من المبادرات او الخدمات الاجتماعية، راح ان شاء الله يتم اطلاقها على خلال 3 سنوات القادمة. بإذن ان شاء الله. الله راح يكون لكم السبق في هذا الاطلاق او تدشين هاي الخدمات ان شاء الله. بإذن الله. إذن كلمة أخيرة. كلمة أخيرة أوصي الأبناء دائما أقول لهم بروا آباءكم تبركم أبنائكم. دائما نقول أن وجود كبير السن في المنزل بركة، حافظوا على هاي البركة. إذن الأستاذ خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، شكرا لك. عفوا، جزاكم الله خير. شكرا لك.